حياكم الله. الشغلة يراد لها صفنة، حقيقة الشغلة يراد لها صفنة. يعني منين نبدي ما أدري، وشو راح أنتهي ويا أداء وعمل الحكومة العراقية هم لحد الآن ما أعرف. غياب خدمات وموافقين إحنا كعراقيين هم اقتنعنا وأصبحت القضية ثابتة عندنا وتعويد. غياب فرص العمل والعالم أصحاب الشهادات، لو جود جسر قاعد متظاهر، لو روح يشتغل حمال بالشورجة وهم منتهي القضية. لكن من توصل القضية إلى ها بطاقة تموينية نسيت أقولها ماكو، وهم قبلنا بها كعراقيين وانتهت القضية، عندنا ثابتة ماكو بطاقة تموينية، وين نروح وشون ننطل العوائل الفقيرة هم ما نعرف. لكن أصعب ما موجود هو أن تضحي الحكومة بحياة أبنائها. هسه لو بحرب قابلين، بس الفيروس وما تتعاقدون صح على شنو؟ الصين تطلع مطيتكم منحة 20 أو 50 ألف جرعة، وين فايزر؟ وين العقود؟ وين الاجتماعات؟ وين قرارات مجلس الوزراء؟ وين الحكي اللي حكيتوه أنتم كحكومة عراقية؟ أفقر دول العالم استلمت اللقاحات وبدأت تتلقح، والعراق من أغنى دول العالم ما زال أبنائه ينتظرون، وفايزر تبحث عن ضمانات أدري والله العظيم، والضمانات أخذتها من غير دول. بالمناسبة هو مجرد بند يكتب بالعقد أنه نضمن لكم وانتهت القضية، ورحنا ويا شركات ثانية وشركات ثالثة وما ندري أكو أموال وصلت أكو أموال ما وصلت. هاي اليوم أريد أسولف بيها ما بين وزارة الصحة العراقية وما بين ما جاء للعراق من لقاح صيني بطائرات وزارة الدفاع ليسجل على نتاج أو إنجاز وزارة الصحة العراقية. نسولف أنا وياكم وضيوفي وياي الدكتور علي أبو طحين عبر سكايب من كربلاء. حياك الله دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. ومعي النائب الدكتور رياض المسعودي من البرلمان العراقي، الآن جاي يجهز ومنتظر انضمامه. إن دكتور علي حياك الله، أبدو وياك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. دكتور، بيان وزارة الصحة أنها حصلت على منحة من الحكومة الصينية بتأمين دفعة أولى من اللقاح، هذا حكي الحكومة، بس السفارة الصينية يوم 4 شباط صرحت بتصريح آخر، قالت من أجل التعبير عن مشاعرها، أي مشاعر الدولة الصينية، مشاعر الصين، جمهورية الصين الشعبية، عن مشاعرها الودية تجاه العراق ومساعدته في التغلب على جائحة كورونا، قررت حكومة الصين التبرع. لعد وين العقود؟ وين الفلوس اللي خصصت من شهر 12 واليوم احنا 1/3؟ شنو القضية؟ ممكن توضح لي دكتور اذا عندك معرفة بيها؟ يعني على قد معرفتي بها بالضبط. تحياتنا لحضرتك وجميع المشاهدين والضيوف. حياكم الله. يعني بداية هو يعني حتى الوزارة قالت هذه، يعني بالنسبة لخص الوجبة الاولى الصينية هي قالتها، يعني صرحت سابقا انه هي هذه تبرع من الصين وعلن ذلك انه وجبه اولى، ولكن اكو تعاقد معهم على وجبات اخرى مع الصين فيما يخص اللقاح الصيني، وهنالك لقاح فايزر اللي تم التعاقد عليه، ولكن هاي الفقره اللي اعلنت الصحه وزاره المسؤولين الساده في وزاره الصحه عنه انه اكو فقره يحتاجون تعهد انه بعدم وجود متابعه لم يكن مطلعين عليه، وهذا ان شاء الله يحتاج يعني حتى تمشي العقد يمشي تحتاج الشركة هكذا ضمان، وأعتقد المفروض أنه نعطيها هكذا ضمان، لأنه يعني هذه أشياء قانونية يعني ومطالبات، لأنه تعرف يعني دكتور أنت الآن مع إعطاء الضمان لشركة فايزر من أجل استيراد اللقاح؟ إذا أريد اللقاح ماكو حل آخر. إذا أريد اللقاح ماكو حل آخر، لأنه هو ماكو يعني إحنا مكان أمام الحكومة العراقية غير شركة فايزر، وكثير من الشركات طرحت منتجاتها بالسوق ومنتجات أغلى ومنتجات أرخص، وما عرفنا ما شفنا مشاكل ويا البقية، وما شفنا البقية، فقط فايزر اللي طلبت، وفايزر الوحيدة اللي حسب معلوماتي أنه صار وفيات بتناول اللقاح أو بأخذ اللقاح وجرعة اللقاح مالتهم. فبالتالي شنو الداعي إلى أنه العراق يبقى مصر على التوقيع ويا فايزر؟ ليش ما اتجه باتجاه الشركات الأخرى؟ يعني هو اكو اتجاه الشركات الاخرى، انا غير مطلع على التفاصيل، لكن اذا ضحينا بفايزر هو اصلا هي اللقاحات الشركات كلها عليها عندها طلبات قيامه، والدول تتسابق على وجبات، فالعراق كان يعني من اذا رحنا نتعاقد هسه مع الشركات ايضا راح نتاخر بعد مده اكثر،
ما اعرف عن هذا، الساده المسؤولين هم ادرى بالوضع، ممكن يستغنون عنها او هل، لكن يعني ما لنا علاقه انه الوفيات، شركه فايزر من اللقاحات يعني الرصينه، وهي اول شركه سجلت، يعني من تعاقدنا كانت اول واحده، لانه اول شركه يعني سجلت واعترفت بانها يتعاقد بها، تعاقدنا على كميه ما اعرف كم ايش قد بالضبط، وهي ايضا يعني سعرها بالضبط مو رخيص، لكن احنا اليوم يعني هي حاجه المواطنين، المفروض الحكومه كانت تسعى لتوفيرها ولو باسعار يعني مرتفعه نوعا ما. دكتور يوم دكتور أيضاً وزاره تعاقد مع على وزاره الصحه، نعم دكتور، وزاره الصحه العراقيه يوم 21 كانون الاول 2020 21/12 أعلنت عن توقيع اتفاقية لتجهيز العراق بمليون ونص جرعة وماكو خبر لليوم. صحيح، هو هذا التأخير اللي صار. يعني شنو هسه؟ أوكي ماكو خبر لليوم، مو الحل. يعني ما الحلول يا من السادة المسؤولين، هذه شغلات إدارية، يعني أنا صراحة يعني هالشغلات إدارية، يعني الناس المعنيين اللي بصلب الوزارة يقدرون يجاوبون على التفاصيل، أنا لا أعلم تفاصيل أسباب التأخير، نتمنى أنه يصل اللقاح اليوم قبل الغد، لكن هذه موضوع كلام كثير حول الموضوع وتبريرات، انا غير مطلع على التفاصيل، انا رجل يعني كانما يعني خبراء وما شابه، ليس لدينا التفاصيل علاقه بالتفاصيل الاداريه، وهذه مواضيع خاصه، هاي التفاصيل الاداريه والروتين اللي اقدر اوضحها انه لقاح فايزر لقاح جيد. التعهد يردوه، لانه تعرف اللقاح مو بس فايزر، الشركات الاخرى هم تطلب تعهد، لانه اللقاح بالاعتياد يستغرق 3 إلى 4 سنوات الى ان يسجل، هذا يعني لانه احنا في ظل جائحه، فصار اسراع بتجربته، ويعني اكو نسميها اعراض جانبيه بعيده المدى ممكن تظهر بعد السنوات، هذه لا تنحز، هي نادره احتمال ما تظهر شيء، لكن بالاعتياد ينتظر يلا هذا الموضوع، فبما انه الشركه تقول لك انا يعني انتم مستعجلين، يعني ما اعرف لازم انتظر 3 سنين يلا اشوف، فلو الدول تساعد يعني تتحمل هي المسؤوليه، الدوله اللي تيجي تاخذ اللقاح تتحمل المسؤوليه، مو تجي بعدين تطالبنا على اشياء احنا ليس لنا ذنب بها، وهذه الدول سوتها، يعني الدول الاوروبيه امريكا تعهدت انه هي على مسؤوليه تتحمل وتعطي اللقاح بعد ما اثبت نجاحها بالتجارب والبحوث اللي نشرت الاوليه. فاما احنا يعني اذا ما وقعنا فراح يروح الدول الاخرى، لانه اكو سباق على يعني طلب كبير على منتجات الشركات اللقاح. هذا ما يخص فايزر، هذه الفكره اللي اقدر اوضحها. ليش التاخير اسبابه؟ انا ايضا غير مطلع. طيب انا هنا ليش التاخير واسبابه اللي اسال عنه يا دكتور، الى متى تبقى الحكومه العراقيه ووزاره الصحه العراقيه تعيش بروتين اسمه الروتين التعقيدي حتى على حساب الحياه؟ يعني للاسف وهذا واقع الحال العراقي، الروتين يعني قاتل، كل وزاره الصحه جزء من المنظومه الاداريه العراقيه، وهنالك تاخير كبير في اي مشروع بالعراق ياخذ يعني مديات كبيره، وكل مشاريعنا تتاخر وتلكئ مع الاسف. طيب المنظومه الاداريه بالعراق تتهاوى ويحتاج لها اعاده هيكله وتفعيل، يعني هواي مسائل هذه، يعني ابقوا يا دكتور. خلي انتقل وارحب بالنائب الدكتور رياض المسعودي عضو ائتلاف سائرون، حياكم الله دكتور. ها العفو، النائب سلمان الغريباوي. سياده النائب حياك الله. حياك الله، شكرا لكم. شكرا مراعي مشاهدكم الكرام، واهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، حياكم الله. سياده النائب، يعني انتم يوم امس كانت هناك تغريده لسماحه السيد مقتدى الصدر، قال انه على وزاره الصحه ان تعمل بواجباتها وان تقوم هي والحكومه العراقيه على توفير اللقاح، هذا ما مضمون التغريده، والا فان لنا وقفه داخل البرلمان. إذا إحنا يوم 26 كانون الثاني في اجتماع مجلس الوزراء قال، يعني بالضبط قبل شهرين من الآن، خصص 100 مليون دولار لشراء اللقاح، ولليوم إحنا ما شفنا أي خبر. وزارة الصحة يوم 21/12 أعلنت عن توقيع اتفاقية، واليوم إحنا 1/3 وهم سمعنا خبر. طيب منظمة الصحة العالمية تقول وزعنا 240 مليون جرعة حول العالم والعراق خارج التصنيف، الحل وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة احنا مشروع كوفاكسي اللي وقع ويا وزارة الصحة اللي هي دفعة مقدمة 169 مليون
حقيقة إن شاء الله اللقاح سيصل خلال هذا الأسبوع الأيام القادمة، وإن شاء الله هو اليوم راح يصل للمنحة المجانية من الجانب الصيني اللي هي 50,000 لقاح مجاني. إن شاء الله خلال هذا الأسبوع إن شاء الله يعني حقيقة الجزء قبل نهاية الأسبوع يصل اللي هي 16 مليون جرعة، اللي منها حوالي 3 ملايين و400 جرعة لقاح. يعني نهاية هذا الأسبوع راح يوصل للعراق بحدود ثلاثة خلال ونص هذا الأسبوع يعني جزء هاليومين القادمين إن شاء الله. يعني اليوم هسه سيادة النائب، يعني اليوم أخذ من عندك معلومة أنه الآن العراق في نهاية هذا الأسبوع راح تدخل اللقاحات وراح يبدي توزيعها أو إعطائها للمواطنين، هذا أعتبره تصريح؟ الصوت ماكو، الصوت ما اسمع. سيادة النائب اللي قصدته انه هل يعني الان انت تقول بانه في نهاية هذا الاسبوع بحدود 3 مليون و600 الف جرعة لقاح سوف تأتي الى العراق، اعتبر هذا تصريح رسمي بانه العراق في نهاية هذا الاسبوع سوف يبدأ باستلام الجرعات او باستلام اللقاح لتوزيعه على المواطن؟ بالضبط، خلال هذا الاسبوع ان شاء الله سيتم استلام اللقاح وتوزيعه خلال الاسبوع. طيب ارجع وياك الى قضيه، اذا كان اللقاح جاهزا وحاضرا لماذا نسمع من خليه الازمه ومن وزاره الصحه بان هناك حظرا سيكون شاملا في العراق اذا حصلنا على اللقاح؟ الحظر الشامل راح يجي، الحظر الشامل اسمعك سيادة النائب، انا اسمعك واضح. الحظر الشامل راح يبني وراء 8 شباط، اسبوع حظر شامل واسبوع اللي بعده هو حظر جزئي. يعني بعد يوم 8 اذار تقصد؟ 8 اذار يبدا الحظر الشامل لمده اسبوع، يليها اسبوع حظر جزئي. شنو الغايه من عنده اذا كنا احنا استلمنا اللقاح وراح نبدي نوزعه؟ شلون راح يتم توزيع اللقاح وعندنا حظر شامل؟ اللقاح هو اللقاح من اللقاح هو مو علاج، وانما هو اللقاح اصلا هو مو علاج، وانما الاشخاص غير المصاب، يعني هو لقاح ضد الاصاب اصلا، يعني مو جرعه يقول علاج للمصابين، فهو لقاح ضد الاصاب. لكن اليوم انا عندي معلومه انه وزاره الصحه تطلب من الحكومه العراقيه الموافقه على شراء انواع اخرى من اللقاح لعد العقود هاي اللي احنا جاهزين نسولف بها ونقول راح تجي خلال هذا الاسبوع، شنو موقعها؟ ما يكفي اكو ضغط، اكو دول تعرف انت الجرعه اللي 16 مليون جرعه، تعرف انت كل مواطن يحتاج الى جرعتين، يعني جرعة أول جرعة ورا 3 أسابيع جرعة ثانية. يعني هاي ما يكفي 16 مليون جرعة اللي هي من شركة أسترازينيكا أو ال 50,000 اللقاح الصيني ما راح يكفي، نحتاج بعد مثل ما لقاح لشركة فايزر مليون ونص جرعة، نحتاج أكثر من العدد بالأيام القادمة. يعني لماذا الإصرار على الشركات الصينية أو التعاقد مع الشركة الصينية بينما عندك شركات أخرى ويعتبر اللقاح الصيني هو الأغلى تقريبا بين أنواع اللقاحات لكورونا؟ الصوت ما أسمع، بس ماكو إصرار على اللقاح الصيني، وإذا حصلنا بعد من اي شركه سواء فايزر او شركه استرازينيكا او اي شركه ثانيه، الحكومه العراقيه وزاره الصحه ما عندها مانع تتعاقد ويا اي شركه توفر اللقاح. يعني شرط ان يكون معترف به من منظمه الصحه العالميه. شرط ان يكون معترف به من منظمه الصحه العالميه. طيب يعني حملات التلقيح بدأت منذ أسابيع والعراق بعد أسبوعين أو أكثر يلا يبدي التلقيح، حملات التلقيح بدأت في دول العالم وانطلقت حتى في دول فقيرة والعراق هو من أغنى دول العالم وبعد لحد الآن ما داخل أي جرعة لقاح،
تعتقد يا سيادة النائب أنه هذا أداء حقيقي من قبل وزارة تعني أو تعنى بصحة المواطن، بصحة وحياة المواطن ابن هذا البلد؟ احنا اليوم ما نحمل وزارة الصحة الوحيدة، انه هذا اليوم احنا نحمل الحكومة المركزية، رئيس الحكومة الضغط، لازم يكون هناك ضغط، ضغط سياسي على الدول المصنعة، الشركات المصنعة، سواء على مستوى رئيس وزراء، رئيس الجمهورية، على كافة الدول المصنعة، وضغط من اجل استلام اللقاح او زيادة عدد. ما هو انا اليوم، انا اليوم من انتقد وزارة الصحة الغاية من عندها هو انتقادي لرئيس الحكومة باعتبار هي من ضمن دائرة عمله، يعني هي من ضمن الفريق المكلف بإدارته هو رئيس الحكومة، فانتقادي لوزارة الصحة هو انتقاد لرئيس الحكومة اللي أقول لهم يابا حياة العراقي رخيصة عندكم لهالحد، خلي يقولوا لنا إذا رخيصة حتى العراقيين كلهم يهاجرون، ليش باقين ببلد ما يوفر لهم أبسط شيء؟ سيادة النائب تسمعني؟ أنا ما أسمع بس تقريبا أفهم كلامك. إن شاء الله أنا وعدتك إن شاء الله خلال هذا الأسبوع سيتم استلامه وتوزيع اللقاح إن شاء الله من هنا إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله. أبقى يا سيادة النائب، خليني أرجع للدكتور علي أبو طحين وأرجع لك. دكتور علي. نعم تفضل. سمعتني وسمعت حديث السيد النائب، السيد النائب يقول أنه نهاية هذا الأسبوع سوف يأتي إلى العراق 16 مليون جرعة لقاح. لا يعني ما راح تشكل خلال هذه واجبات ان شاء الله خلال الان ما اعرف بالضبط، نتمنى ان شاء الله تشكل يعني على قدر ما اعرف العقاد العراقي تتعاقد على 16 مليون جرعه. نتوقع ان شاء الله تبي تصل بدايات هاي الجرعه يعني قريبا ان شاء الله، نتامل انه خلال اقرب وقت لك الاسبوع هالاسبوع الاسبوع القادم ان شاء الله تصل، لكنه تصل كلها كدفعة واحدة هسه. لا لا هسه هي ما توصل كلها كدفعة واحدة، لكن خليها توصل للعراق بالأسبوع مليون، إلى قحولهم مليون مواطن، فيراد لنا 40 أسبوع يلا نقدر نلقح 40 مليون عراقي، وبالتالي وبالتالي سنة كاملة لو نلحق نلقح العراق كله لو ما نلحق اللقحة. يعني هي إمكانية تلقيح الشعب كله يعني مو سهلة. الخطة اللي كانت عدتها وزارة الصحة للتلقيح ما نسبته 20% من المواطنين، قد إذا الموارد توفرت يعني ممكن أنه تزيد. هاي تعتمد على الدعم الحكومي صراحة، لا تستطيع وزارة الصحة يعني الدعم الحكومي. الدعم الحكومي ما هي الحكومة، الحكومة على أساس أنه خصصت 100 مليون دولار لشراء اللقاح، وين صارت قضيتها هاي القضية؟ يعني هو أنا يعني مبلغ 100 مليون دولار هو مبلغ جيد، لكن ما أعرف كم جرعة لقاح راح يكفي حتى يوصل لنا، يعني ما راح يكفي 40 اكيد كل هذا، فوجز يكفي هذا ال 16 مليون او اقل من ذلك. نتامل ان شاء الله يعني، لكن يعني احنا كل العقود العراقيه تاخذ وقت، وهنالك مو بس العراق تاخر، دول عديده تاخرت، والعراق للاسف يعني هو احنا يعني ازمه ماليه ومشاكل اداريه كبيره. نتامل ان شاء الله انه يصل اللقاح قريبا، ويبقى احنا الى حين انتظار اللقاح لازم يعني مو نقعد احنا ننتظر اللقاح، اللقاح هو جزء من الحل، لازم ايضا نحافظ على ارتداء الكمامه ونرجع نقول النظافه والتباعد المجتمعي هو الاساس. دكتور اللقاح دكتور العديد العديد يعني تطول ولا ان يصل ياخذ الجرعه الاولى، الجرعه الاولى تعطي مناعه جزئيه. المنظمات الدوليه 4 أسابيع 3 أسابيع يعني عندنا شهر ونص شهرين يلا نقدر نغطي هاي النسبه من دكتور المنظمات الصحيه بالعالم وكثير من تقاريرها قالت أنه قد تكون الكمامة هي أحد عوامل نقل الفيروس، وبالتالي قالوا أفضل طريقة هي التباعد، أما بقضية الكمامة وغيرها فقالوا أنه هاي الكمامة هي أصلا قد تؤدي إلى انتشار الفيروس بطريقة أسرع. بنفس الوقت كثير من الدول لغت قضية أنه حظر التجوال من ضمنها السويد، وبدأت بطريقة التعايش مع الفيروس، وبالتالي إحنا العراق حظر التجوال يبدأ من 8 بالليل للخمسة الصبح، وكأنما الفيروس بالنهار نايم بالبيت وبالليل يلا يطلع. حظر التجوال عندنا جمعة خميس وجمعة وسبت، لو جمعة وسبت وأحد عفوا جمعة وسبت وأحد 3 أيام، وكأن الفيروس بهاي 3 أيام ينشط وباقي أيام الأسبوع ما ينشط وما يشتغل. يعني إحنا هذه القرارات اللي تصدر من خلية إدارة الأزمة الصحية،
هاي القرارات اللي تصدر من وزارة الصحة اليوم إذا عرضت على أي إنسان ذو عقل ذو لب ذو تفكير ذو منطق يعتقد بها. عزيزي بما يخص الكمامة يعني هنالك البعض بعض الدراسات تقول الكمامة بمضار أداء سيء استخدامها، لكن أغلب الجهات الخبيرة وأغلب المنظمات الغالب كلها تنصح بارتداء الكمامة، كل الدول تنصح بارتداء الكمامة بما فيها السويد. السويد كان عندهم وجهة نظر إدارية خاصة، والسويد أكو عليه لغط كثير واعتراضات ومشاكل وشكاوى على المسؤول الصحي اللي قرر هذا القرار. والسويد اليوم الوفيات اللي عندها أضعاف الدول المجاورة لها الإسكندنافية، النرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا، السويد بها أعلى نسبة وفيات، فأكو مشاكل هم عندهم على قرار. هو قرار هسه أنا أعوف السويد أجل أجل العراق، حضرة تجوال 8 ساعات نجع العراق. دكتور حضرة تجوال من 8 إلى 5 شنو معناه؟ خليني أوضح لك فكرة. هي الفكرة مو الفيروس ما ينتقل بالليل، هي الفكرة تقليل تواجد الناس، يعني احنا ما نقدر نسوي حظر تام، لان تعرف الحكومه ما تقدر نوفر دعم مالي للطبقات الفقيره اذا طبقنا حظر تام. فهذا الحظر الجزئي، الحظر الجزئي هو تقلل اوقات، شلون احنا هسه الموظفين قللنا دوامهم، سوينا 50% ايام دوام الكليات يوم بالاسبوع حتى تقلل التواجد، تقلل نسبه التعرض. بس كل الفقراء دكتور ينتقل بالليل وما ينتقل بالنهار، لن نقلل من هالشأن ونستهزئ بكل قرارات. دكتور أنا مو أستهزئ لكن أتحدث بمنطق، أنا أتحدث دكتور أنا أتحدث بمنطق، أتحدث بمنطق. الفقراء يشتغلون الجمعة والسبت، أنت سويت لحضرة تجوال الجمعة والسبت، تعتقد هو هذا الحال؟ يعني أنه إحنا إذا الحكومة تقول أنا أريد أساعد الفقراء وهي مسويت لحظر تجوال يوم الجمعة والسبت ان اليومين الوحيدات اللي اغلب الفقراء ينزلون بهاي الاسواق اللي هي اسواق العتيق وغيرها يشتغلون، اروح بها للسيد النائب، سيادة النائب من جديد رجعت وياك. نعم سمعتني قضية الحظر وقضية ساعات الحظر ومن 8 بالليل للخمسة الصبح، عندي هاي قضية وعندي قضية انه جمعة وسبت واحد، يعني هاي الثلاث ايام اذا سوينا بها حظر الفيروس ما راح ينتشر، وإذا لغينا الحظر من عندها الفيروس راح ينتشر بكل العراق. خلية الأزمة من وضعت هاي الثلاث أيام شنو الغاية من عندها؟ سيادة النائب تسمعني؟ هي المسألة مو أول مسألة مو مسألة يعني مسألة هي تقليل انتشار الفيروس، يعني الحد من انتشار الفيروس، وليس مسألة يعني أنه الفيروس جمعة وسبت وأحد، المهم هو تقليل انتشار فيروس باعتبار عطلة اليوم الجمعة والسبت عطلة الموظفين، وضفنا اليوم يوم الأحد اللي قرأت هناك أطباء استشاريين يحددوا لتقليل الانتشار مو أكثر من هالشيء هذا، سواء التباعد الاجتماعي سواء لبس الكمامات. هو أكثر سيادة النائب أكثر من تأثر بالقضية هي العوائل الفقيرة، أنه أغلب ذول الناس الفقراء هم يشتغلون الجمعة والسبت، فاليوم الحكومة العراقية إذا كانت غايتها أنه تساعد الفقراء فهي دمرتهم للفقراء بهاي اليومين. تمام لو مو تمام سيادة النائب؟ شيء أكيد طيب لازم تعي الحكومة كيف، يعني أكيد الحكومة لازم تعي الظرف اللي يعيشه المواطن هذا الوقت الحرج. يمكن يعني الحكومة أنه يعني شلون تقدر تساعد الفقير في هذه المرحلة، يعني من خلال يعني شلون خلال دعم له بطاقة تمويلية لتوفير يعني راتب لأيام العطل هذا الشيء. سيادة النائب البطاقة التموينية ألغيت، يعني تقريبا شبه اللي ألغيت الآن، هي أربع مفردات والمفردات ما تجي من عندها بس الطحين، وباقي المفردات الثلاثة البقية كل ست أشهر تجي مرة، ومو تجي مال ست أشهر، لا تجي مرة مال شهر واحد. يعني الحكومة ما جاي تساعد الفقير، جاي تدمر الفقير بهاي القضية، يعني لا قرارات خلية الأزمة هي فيها إنصاف للمواطن الفقير، لا وفرت له فرص عمل، عاطلين جاي يزيدون يوم بعد يوم. طيب هذا هاي راح تخلق أزمة أكبر من الأزمة الأساسية اللي هي أزمة كورونا. هل الدولة قادرة على استيعاب انفجار قد يخرج من داخل هذا المجتمع نتيجة هذا التضييق؟ عندها الدولة هيك إمكانية؟ نعم سيادة النائب. طيب
صوت مو اسمع، الصوت مو اسمع. الان الان الدوله العراقيه، الحكومه العراقيه، سياده النائب، الحكومه العراقيه شبه اللي الغت البطاقه التموينيه، ما لها وجود. هاي رقم واحد. رقم اثنين، بتعطيلها للدوام هي قتلت، او تعطيلها هاي اليومين هي قتلت حياه الفقراء. طيب، لا حصه تموينيه مطيتهم، لم ساعدتهم بمنح ماليه تعطى للعوائل الفقيره والمتعففه، وتسوي لهم حظر تجوال، وعلاج كورونا ما موجود، وتاليه المواطن هذا الفقير وين يروح؟ الدوله قادره على استيعاب انفجار قد يحصل داخل المجتمع العراقي؟ على الحكومه العراقيه توفير البدائل فائقه من خلال المنحه او زياده الاعطيه والمساعدات الماليه. يعني حقيقه المواطن اليوم يشعر يعني لوضع المادي ضيق، فيحتاج اول شيء بدائل. هذا شيء. طيب، انتم الان بسائرون، الان كتله السائرون هي الكتله الاكبر بالبرلمان، وبامكانها انه تضغط على رئيس الحكومه. ليش ما تضغطون على رئيس الحكومه بهاي القضيه يا سياده النائب؟ سيادة النائب سمعتني؟ ما أسمع. الآن 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 سائرون هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، وبإمكانها أنه تضغط على الحكومة العراقية باتجاه هاي القضية، اللي هي أنه توفر منح مالية، توفر بطاقة تموينية حقيقية مو مزيفة. أنتم سائرون وين موقفكم بالبرلمان؟ يعني المعروف عنكم أنه عندكم مواقف قوية أستاذ سلمان، يعني هذا الموقف يحسب لكم بالشارع العراقي. ان شاء الله، على ان شاء الله في هذه الموازنه اللي موازات. ان شاء الله في هذه الموازنه هناك ضغط برلماني لزياده حصه البطاقه التموينيه وزاره التجاره لتكون البطاقه التموينيه كامله لكل اشهر السنه. يعني انا من استلم السيد الكاظمي لليوم صار سنه كامله، خلال هاي السنه الكامله لم يستلم المواطن العراقي حصه تموينيه كامله الا لشهر واحد فقط، مو شهرين. يعني بالمناسبه انت تعرف انه ماكو موازنه 2020، ماكو موازنه، كانت لا توجد موازنه. ان شاء الله موازنه 21 هناك زياده البطاقه التموينيه، زياده نسبه حصه وزاره التجاره في هذا الموضوع. طيب، ارجع لك الموضوع، اللقاح اللي هو موضوعي. وزاره الصحه العراقيه، انا ما اريد اطلع من عنده، وزاره الصحه العراقيه تعرف المخاطر اللي من الممكن قد تصيب المواطن العراقي اذا هي تاخرت ومواكبه باقي المجتمع الدولي في مكافحه لفيروس كورونا؟ وشنو سبب اخفاق الوزاره بالتعاقد؟ ليش كل مره عقد يسحب عقد وعقد يسحب عقد، وصار لنا 3 اشهر 4 اشهر نركض واحنا ما محصين ولا عقد من العقود ويا اي شركه من الشركات المنتجه للقاح؟ يعني بالعراقي، اريد احكيها بالعراقي بلغتنا احنا الدارجه، اللقاح مؤمنه وزاره الصحه بانه راح توفره وفعلا راح يجي نهايه هذا الاسبوع؟ لو هم يخلص الاسبوع مثل وعود الوزارات العراقيه اللي هي اواعدك بالوعد واسقيك يا كمون. أنا قلت قبل شوية إنه اللقاح إن شاء الله شيء يصير خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ب3 ملايين و400 جرعة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، خلال 6 أشهر إن شاء الله سيكتمل 16 مليون جرعة اللي هي شركة أسترازينيكا. واللقاح الصيني أعتقد اليوم وصل اللقاح الصيني اللي هي اللي قبل شوية ذكرته إنه اللي جاء مجانا من الجانب الصيني. هذني ال50 ألف سيادة النائب، ال50 ألف يأخذوها المسؤولين والسياسيين، ما حد يعطيها للمواطن، يعني قاعدة ثابتة. ما أعتقد ستوزع أول شيء على الطبقات، أول شيء على الكوادر الطبية. ستوزع على الكوادر الطبية والقوات الأمنية وال. زين أنا عندي. أستاذ سلمان. استاذ سلمان، اريد احكيها عراقيه، الله عليك، يعني والله العظيم انا اريد احكيها عراقيه وما لهن، مو مال غير اهلنا. اي، ودكتور علي هم يسمعني هسه، دكتور علي وياي تسمعني. اي، يعني انا اريد اخذ شغله واحده.
تعطوني وعد السياسيين ما حد ياخذ جرعه الى ان يستلمون كل العراقيين جرعه، وتقدرون تتحملون لو راح تاخذون الجرعه اول الناس وتخلون المواطن بعدين؟ بصراحه صراحه لحد الان احنا ماخذين اي جرعه. اول شيء انا مصاب، ان شاء الله انا مصاب كورونا يعني. الله يشافيك. انا قبل يعني 6 شهور او 7 شهور مصاب بكورونا، ان شاء الله الاصابه هي لقاح، ما احتاج لقاح بعد. أسأل، ما قلت أنت، قلت السياسيين بصراحة. أنا قلت السياسيين كلهم. اليوم البرلمان الحالي والسابق والوزراء الحاليين والسابقين والكبار بالعملية السياسية راح يعوفون اللقاح للمواطن لو ياخذوا إلهم بصراحة. أنا أتحدث عن نفسي زين، ونسألهم جميعا، إحنا إن شاء الله آخر ناس ناخذ اللقاح، آخر ناس، آخر مواطن إن شاء الله ناخذه. يا والله انا اتمنى اشوف كل مواطن، وانا عن نفسي كمواطن عراقي والله اتمنى ان يعطى اللقاح للفقراء قبل كل مواطن عراقي اخر. عمي انا كمحمد السعد متنازل من نسب حصتي اني كلقاح انطي لي افقر عائله عراقيه. دكتور علي، تعتقد السياسيين، يعني انت سمعتني، اني تعتقد السياسيين راح ياخذون اللقاح بالبدايه لو ينتظرون كل الشعب ياخذ اللقاح؟ يا الله ياخذون هم باعتبار هم اباء للشعب العراقي. هاي العلاقه الابويه بين المواطن والسياسي. نتمنى ان ياخذوه بالدور، يعني اذا سياسي وكبير بالسن فله اولويه باخذ اللقاح، واتباعا توصلهم حسب، هم ايضا جزء عندهم نسبه خطوره. نتمنى انه حسب يعني اكو التسلسل شوك يوصلهم السرة، نتمنى ذلك. لما ما سيجي على ارض الواقع هذا شيء اخر. زين زين، قضيه اطلاق هاي الاستماره، استماره اللقاح واقعا يعني دكتور فعلا، يعني هسه الاستماره موجوده، اجتنا عن طريق جروبات، وقالوا انه اليوم وزير الصحه اعلن بانه الاستماره ستطلق اليوم ليل الاثنين، يعني اليوم راح تنطلق هاي الاستمارة. فعلا هاي الاستمارة انه املائها راح يؤدي الى انه الوزارة تتصل، وبالنسبة للعوائل الفقيرة اللي ما عنده انترنت واللي ما عنده موبايل حديث واللي قاعد باطراف بغداد والمناطق النائية البعيدة والقرى والارياف، ذولا شلون توصل لهم الاستمارة؟ نعم، يعني هالاستمارة هذا حلول موجودة، احد الحلول يعني. أيه. اللي هي وزارة الصحة أعدت بيانات جيدة لا بأس بها في على مناطق كثيرة. وزارة الصحة عندها قاعدة بيانات عن المواطنين أفضل من وزارة التخطيط ووزارات أخرى بما يخص في بعض المناطق، لأنه عندنا بيانات على المراكز الصحية، شقد العوائل موجودة، أعدادهم، دقتهم، فأكو موجودة هذه البيانات. لكن هذا الإلكتروني أيضا يساعد. نعم. واللي هي عزيزي يعني خلينا احنا يا ما يعني ان شاء الله احنا نريد عداله بتوزيع اللقاحات، ما لنا اغني وفقير. لا انا الان اتمنى يعني حقيقه وهو واقعا انه اتمنى ان يكون توزيع هذا اللقاح بصوره عادله، لانه العداله يعني نحن كعراقيين اذا اردنا ان نصل الى مستوى ما نطمح اليه او الى ما نطمح ان نكونه كعراقيين فعلا، نمثل بلد له تاريخ وله حضارة، أن نكون مؤمنين بالعدالة، ونحن أول من أسس وأرسى الأصول والقواعد والقوانين، ولدينا بالتاريخ من هم كانوا أهل العدل هنا في العراق. فاللي أتمناه فعلا وواقعا يعني هذا مو تكهن ولا استهزاء بأي شخصية سياسية، أتمنى من كل سياسي أنه قبل ما يأخذ اللقاح إذا أجدت الحصة كلقاح وهو متمكن ماديا بإمكانه أنه يشتري هذا اللقاح حتى لو كان بالسوق السوداء، يأخذ هذا اللقاح اللي هو من وزارة الصحة ويذهب إلى عائلة فقيرة، على الأقل يثبت حسن نيته كسياسي بأنه يعامل أبناء هذا البلد معاملة أبوية. هذا أمنية من عندي أنا كعراقي، وأتمنى كل سياسي يسمعها من محمد السعدي. سيادة النائب، مو تعتقد هذا المفروض أنه يكون هو أساس و أس بناء العدالة بالمجتمع، أنه على السياسي أن يأخذ اللقاح بيده ويذهب إلى العائلة الفقيرة ويعطيها؟ أستاذ سلمان، سيادة النائب تسمعني؟ أسمعك زين. هاي خذ وعد مني سيتم توزيع اللقاح على القرى والمناطق النائية، بدأ المناطق الفقيرة خصوصا في بغداد، المناطق الأطراف، المناطق النائية أول وصول اللقاح. اي والله، لان صراحه انا مفتر هاي المناطق الفقيره، المناطق النائيه اللي هي سواء باطراف بغداد او بالمحافظات،
يعني محافظاتنا الجنوبية، المحافظات الغربية، أنا مفتر بيها ورايح على أطراف بغداد وشايف الناس هناك شلون عايشة. أكو عوائل تتغدى ما تتعشى ترى بالمناسبة، فمو من السهل عليها أنه تحصل اللقاح وهي ما عندها تليفون حديث تعرف تسجل على الاستمارة. فبالتالي المفروض أنه تلتفت لها وزارة الصحة أولاً، والسياسي الممثل لتلك المنطقه اللي صعد باصوات ابناء هاي المناطق المفروض هو اول من يذهب باتجاه هاي القضيه. سياده النائب ارجع وياك الى قضيه اخرى، هل بالامكان ان يكون يعني انه انت قلت انه خلال 6 شهور راح يوصلنا 16 مليون جرعه، اول 3 ملايين و400 راح توصل في نهايه هذا الاسبوع ويبدا توزيعها، وبنفس الوقت قلت انه كل مواطن يحتاج جرعتين، فبالتالي ال 40 مليون عراقي راد لهم 80 مليون جرعه، فاحنا يحتاج لنا اكثر من 3 سنوات الى 2.5 سنين قد تصل الى 3 يلا نقدر ننطي اللقاح لكل ابناء الشعب العراقي، صح لو غلط؟ سياده النائب تسمعني؟ الصوت مو واضح بس افهم كلامك، انه حقيقه نحتاج اكثر بعد نحتاج العدد، لكن احنا نقول اكو فئات يعني تلقي 16 سنه فما دون يعني اللقاح، يعني ما يشمل باللقاح، تعرف اللي عمره فوق 16 يشمل باللقاح، يعني 16 فما دون غير مشمول. ليش ال 16 فما دون غير مشمول؟ ما مشمول باللقاح لانه منظمة الصحة العالمية و WHO يعني لقاح يعني لحد الآن سريرين إنه بس 16 فما فوق. يعني هاي أنا أنتقل بها إلى دكتور علي باعتباره مختص بالقضية. دكتور علي، ليش 16 فما دون غير مشمول؟ يعني ما هو عندنا أطفال تمت إصابتهم بكورونا وبالتالي شلون تكون وضعيتهم؟ نعم فعلا هذا يعني هو مثل ما تفضل سيادة النائب، يعني حاليا اللقاح من طبق تعرف على السلاله القديمه، اصابات الاطفال قليله جدا، والاطفال هم مناعتهم جيده وقدروا يقاومون الفيروس، فكبدايه كوجبه اولى كاولويات راح تكون لمن هم كبار السن ونزولا نصل الى فئه الشباب. حتى التجارب السريريه يعني مو معنى الاطفال لا يستطيعون ياخذ، ولكن اغلب حتى الابحاث والتجارب اللي اجرت على اللقاحات اجرت على كبار السن وفئة الشباب، لم تجرى على فئة الأطفال، هذا هم أحد يعني المبررات لذلك، لكن ممكن أنه يكون بعد فترة أنه يمنح بالمراحل القادمة ممكن نذهب إلى فئة الأطفال، ممكن اللقاحات تعدل أو تختبر على الأطفال وراح تثبت سلامتها أنه الأطفال ممكن يأخذوها، ذاك الوقت راح يبدأ تلقيح الأطفال، تعرف يعني الطلب العالمي ليس فقط العراق، العالم كله هنالك طلب على اللقاحات، فراح يبدون بكبار السن الأمراض المزمنة، كوادر المعارضة الطبية الصحية الأمنية وغيره، نزولا بالأعمار إلى أن تصل أعمار الشباب، يعني المرحلة اللي بعدها ممكن قد تكون إذا يعني جريت تجارب الأطفال ممكن يعطون لقاح يمكن، لكن ليسوا أولوية. طيب. هم مناعتهم جيدة ومقاومتهم، نعم هنالك حالات لدى الأطفال لكن حالات بسيطة وأغلبها حالات طفيفة، يعني فاللقاح ليس ضرورة. ليس أولوية. سيادة النائب، يوم أمس كانت هناك تغريدة للسيد مقتدى الصدر وأنا ذكرت لك إياها في بداية حديثنا ومنطقة تعليق عليها وأرجع أعيد لك إياها للسؤال مرة ثانية. يعني السيد مقتدى الصدر قال لكم أنه إذا وزارة الصحة لم تفي بوعودها ستكون لنا وقفة جادة، يجب أن تتجه وزارة الصحة باتجاه توفير اللقاح، وباعتبار أنه وزارة الصحة هي جزء من الحكومة العراقية، فهل هذا يعني أن أنتم كسائرون غير راضون على أداء الحكومة وعلى أداء وزارة الصحة؟ إذا أمكن إعادة السؤال ما جاي اسمع. يوم أمس كانت هناك تغريدة للسيد مقتدى الصدر أشار بها إلى أنه وزارة الصحة يجب أن تكون هناك وقفة سياسية تجاهها باعتبارها غير مؤدية لعملها وغير قائمة بعملها بصورة صحيحة، وبالتالي أنتم كسائرون هل أنتم غير مقتنعون بأداء الحكومة ووزارة الصحة؟ هي مسألة مو مسألة قناعة وعدم قناعة، المسألة هي لازم يعني دعم لوزارة الصحة، دعم لوزارة الصحة من قبل الحكومة المركزية، تعرف أنت اليوم الحكومة المركزية منذ بدء الجائحة لحد الآن لم
يعني سوى مسألة اللقاحات اللي 169 مليون دولار، يعني لم تدعم وزارة الصحة بدينار واحد خلال بدايه من العشرين لحد اليوم، من الشهر الثاني 2020. بس خصصت اموال، يعني الحكومه العراقيه لم تعطي لوزاره الصحه اي اموال لمواجهه اي كورونا؟ اموال سوى اللقاحات، سوى اللقاحات اكو تقصير بالدعم، دعم وزاره الماليه طيب، ما هو بهذا الخصوص. عندكم وزاره الماليه بامكانكم انتم الان كسائرون، انتم 50 نائب تستدعون وزير الماليه او رئيس الحكومه وتناقشون وياه القضيه، لماذا لم يتم استدعائهم لمعرفه اسباب تلكؤ اداء الحكومه ووزارة المالية تجاه صحة المواطن؟ إذا الصحة تقولون زينة وهي جاية تشتغل وذولا ما ينطون فلوس، ليش ما دزيتوا على ذول حاسبتوهم؟ تعرف احنا كلجنة الصحة كان هناك اجتماع، كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء مع الحكومة المركزية بهذا الخصوص، لكن تعرف انت تأخر إقرار موازنة 2020، ماكو موازنة لحد الآن، موازنة 21 لم تقر، ان شاء الله خلال اسبوع الموجود هذا الاسبوع ان شاء الله يتم قرار موازنه. هاي كل الاسباب اللي ادت الى يعني تقصير الحكومه. يعني ما اعرف، هل ستبقى الحكومه العراقيه يعني تبقى تتعكز يوميا على عذر وما عندها اي اعذار؟ مو هي خلصت الاعذار هسه، احنا الحكومه مليانه من اعذارها، يوميا طلعت لنا عذر شكل. ان شاء الله بعد قرار الموازنه. تعتقد راح تقرر الموازنه سياده النائب؟ ان شاء الله ستقرر، ان شاء الله. يمتى تقرر؟ اليوم احنا 1/3، انتهى ان الفصل التشريعي، منتهى الفصل خلال التشريعي، خلال الاسبوع المقبل. الفصل التشريعي انتهى لو بعده؟ فصل التشريعي؟ اي لا، بعد الحد الان. مو المفروض لحين قرار الموازنة، لحين قرار الموازنة. يعني التأخير تعتقد انه هذا هو قانوني دستوري يا سيادة النائب؟ عدم اقرار الموازنه لغايه يوم 1/3 وباكر 2/3، واليوم هي ما موجوده ضمن جدول اعمال البرلمان، ولا اعتقد انها ستكون موجوده خلال هذا الاسبوع ضمن جدول اعمال البرلمان، لان ما زالت هناك خلافات كبيره على الموازنه. تعتقد هل هناك حكومه اليوم مضت 3 أشهر من السنه وهي لم تقر موازنتها؟ انت تعرف انه الموازنه وصلت اصلا متاخره. أنا مو عليكم سيادة النائب، أنا ما جاي أقول أنتم، أنا ما جاي أقول البرلمان، جاي أقول الحكومة اللي المفروض أنه موازنتها بشهر تشرين الأول تخلص قبل شهرين من نهاية السنة، اليوم إحنا 3 أشهر بالسنة الجديدة، أي بمعنى 5 أشهر تجاوز من قبل الحكومة العراقية ومن قبل البرلمان العراقي على قضية موازنة الدولة. هذا التأخير بالمشاريع وإلى آخره، من السبب به؟ أول شيء هذا السؤال يسلبي الحكومة، تسلبي الحكومة، والشيء الثاني هناك جت موازنة فيها أخطاء كبيرة. يعني أنا ليش أسألكم أنتم باعتبار أنتم الجهة الرقابية سيادة النائب؟ هذا كله أدى إلى تعطيل موازنة. أنتم الجهة الرقابية، أنتم من يحاسب الحكومة، أنا خمو أنا أروح أحاسب الحكومة، إحنا انتخبناكم حتى تحاسبون الحكومة. طيب حاسبونا يا أهل الحكومة، هسه الحكومة مقصرة لو غير مقصرة سيادة النائب؟ الحكومة أول الموازنة وعدم قرار الموازنة، سبب التأخير هو الموازنة. لا الحكومة الآن مقصرة لو غير مقصرة بعملها؟ أكو تقصير. طيب احنا بننتخبناكم كبرلمان، غايتنا شنو؟ تراقبون وتحاسبون، اليوم نريدكم تحاسبون، حاسبونا الحكومة. سنراقب ونحاسب إن شاء الله. أنا أريد أشوف الحكومة تتحاسب، مو سنراقب سيادة النائب. والله والله العظيم أحكي لك إياها صراحة، ترى العالم بالشارع ملت، تريد تشوف فعل حقيقي، شوف وزير يتم محاسبته، سواء وزير المالية، وزير الصحة، وزير التجارة، وزير الصناعة، وزير الكهرباء، مو؟ دكتور علي، ابقى يا سيادة النائب حتى انتقل اختم الدكتور. دكتور علي، يعني هل تعتقد بان في حال وصول اللقاح خلال 6 أشهر
وأن هناك العديد من المواطنين غير مشمولين باللقاح، وأن هناك منهم دون السن القانونية دون سن 16، أنتم الآن ذكرتوا أنه غير مشمولين، بمعنى أنه إذا دخل العراق 16 مليون لقاح أو جرعة لقاح، هل ستكون كافية أم أننا بحاجة إلى سنة أو أكثر حتى نستطيع أن نسيطر على هذا الفيروس؟ يعني هو يساهم اللقاح وصوله وأخذه راح يساعد ويزيد المناعة المجتمعية ويقلل الجائحة بالتأكيد. نحتاج تغطية أكبر ممكن، لكن إحنا ما شاء الله مجتمعنا راح يأخذ مناعة عن طريق الإصابة، فيعني ماشين لأنه حركة يعني انتشار كبير للوباء، لكن بالتأكيد إذا أردنا نسيطر عليه للمستقبل أيضا، واحتمال راح تجي يعني اللقاحات راح تتحور اللي تشتغل على السلالة الجديدة يكون أكثر، فممكن حتما راح نحتاج جرعة أخرى من اللقاح، والعالم كله بدأ يتوقع أنه هاي الجائحة راح تستمر لسنتين بالقليل بعد، وراح يحتاجون جرعة لقاح جديدة واستمرارية باللقاحات ونزيد نسبة التغطية. ولكن يعني احنا لا نظل كل شيء نحط على اللقاح كل املنا، اللقاح جزء من الحال، تبقى هي التباعد، النظافه، تعزيز المناعه وارتداء الكمامه هو الاساس، واللقاح ان شاء الله يساعد. نعم. طيب دكتور شكرا لك، وشكر كذلك موصول الى سياده النائب سلمان. يعني سياده النائب شكرا لك لانضمامك معي في برنامج توك شو. سيادة النائب سلمان شكرا لك مرة ثانية، وكذلك شكر موصول للدكتور علي أبو طحين. شكرا لك دكتور. جنب العراقيين البلاء والوباء، هذا ما أود أن أختم به، ولو أن هناك أنباء عن أن 3,600,000 جرعة لقاح ستأتي في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنني ولمعرفتي بأداء حكوماتنا المتعاقبة ولأنهم عاشرهم صار فترة طويلة، فأشك أن هناك لقاحات ستأتي وستكون وقفة جادة للحكومة أو للبرلمان وللشعب ويا الحكومة. وإذا خلص الأسبوع وماكو لقاح وبس 50,000 اللي دزتهن الصين، فالمشكلة كبيرة يا جماعة الخير. حتى ألتقيكم يوم غد، نترككم في عراقنا آمن.